السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين، لعبت لكم بحلقة جديدة من لعبتكم لعبات God of War. في الحلقة السابقة التقينا بفريا، تحدثنا مع يورمان غاندن وهي تلك الأفعال العملاقة جدا، قمنا بإنقاذ تير. جميع هذه الأشياء فعلناها في حلقة واحدة، حلقة أقل من 20 دقيقة على قناتكم فقط، قناة ياس بليس. ببساطة لأن ياس بليس هو يلعب ويقوم بفعل المونتاج ويتعب وينشر المقاطع، عكس القنوات الأخرى التي تسجل ساعات ثلاث ساعات الشباب فإنهم ينامون أثناء مشاهدة المقطع. المهم يا رفاقي الأوفياء، الشيء الذي سنفعله اليوم هو أننا سنذهبوا لألفهايم. أخيرا ألفهايم، إذا تذكرتم في الجزء الأول من اللعبة عندما قمت بتختيمه في القناة، سافرنا هناك وجدنا الملائكة والشياطين، وذلك الأشخاص سميتهم ملائكة والشياطين. قمنا بإنقاذ رفاق الملائكة وقمنا بتدمير الشياطين، لكننا لسنا متأكدين الشيء الذي سيكون قد وقع الآن في ألفهايم، لأن السنوات لقد مرت. وها هو أخيرا سكويرتل لقد جاء يا رفاقي لكي يتحدث معنا. لهذا السبب أردت إظهار هذه اللقطة لكم، فكلكم يعرف بأنني أظهر لكم فقط الكاتسينز المميزة، وأظهر لكم فقط يا رفاقي اللقطات المميزة والمعارك المميزة. هو يبحث يريد أخذ اللوت. واو، أخذ تلك، يا سلام. اسمه راتاتسكر، راتاتسكر سنجاب خطير هذا سريع. الشخص الذي فعل الانيميشن لهذا السنجاب والذي صراحة اشتغل على هذا السنجاب جيد جدا، لماذا؟ لأنها تقنع هارد ليك لذلك الشخص. يا سلام، واو، جلس يا رفاق عند إدريوس. المهم، هذا السنجاب لقد أكل تلك، الشيء الذي سيفعله هو أنه سيقوم بتحويلها. يا صديق، سنجاب خطر. كذلك الملابس رائعة جدا، تكسرز في الملابس مميزة، والسنجاب كذلك شكله أعجبني، المستاش الخاص بالسنجاب كذلك ما تقول، كل شيء رائع في هذا السنجاب صراحة. أعتقد حتى ولو تعاركت مثل معركة خطيرة، فإن الصورة الدائرة في الشاشة ستكون هي صورة هذا السنجاب. هنا صراحة مميز. وهل رأيتم كيف حول تلك؟ لقد قام بتحويلها لبيضة اسمها سيد أوف يجردزيل. المهم، الشيء الذي سيحدث الآن هو أن في إمكاننا ترافل. هذا تقريبا ما حدث. هذا الشخص ببساطة ساعدنا، أكل تلك وقام بتحويلها، وأعطانا يا رفاقي شيء ما يسمح لنا للسفر لبعد آخر. تحياتي لك يا أيها السنجاب، والآن سيشرح لنا الطريقة. وكما تشاهدون يا أصدقاء، لدينا الآن تقريبا ثلاثة أبعاد. لدينا هذا البعد وهذا البعد في الأسفل وهذا البعد هنا، ذلك البعد هناك، مع الأسف الذي لم نفتحه بعد، وفي إمكان السفر للبعد الآخر. هذا البعد هو بعد خاص بالآيز أوف أودن، يعني تلك الطيور الخضراء التي تطير. إذا ذهبنا سنذهب لشجرتها. تقريبا هذا هو الشيء. الآن الشيء الذي سنفعله هو أننا سنسافر لألفهايم بدون أن نضيع الوقت، وسنقوم يا رفاقي باللعب في ألفهايم. وأكيد تير فإن سيذهب معنا لألفهايم. لو سافرنا مثلا لبعد آخر، الشيء الذي كان سيحدث ببساطة هو أن تير سينتظرون لن يذهب معنا، لكن ألفهايم أكيد تير سيذهب معنا يا رب. وأخيرا جئنا لغورز سيكريت، وهو السر الخاص بغورز، وها نحن جئنا لألفهايم. ألفهايم صراحة منطقة خطيرة جدا ومميزة، وهناك ثلوج تتساقط في هذا المكان. نعم، هذه هي الطريق لألفهايم. أتوقع بأننا سنذهب سنتحرك وبعدها سننزل لألفهايم يا أصدقاء. ونعم، الشيء الذي حدث في ألفهايم ببساطة هو أن الوينتر لقد ضرب هنا، كان هناك ماء إذا تذكرتم جيدا. الآن المنطقة لقد أصبحت جافة ومتجمدة، ومن منا لا يتذكر هذه المناطق؟ رأيتم يا أصدقاء، الشيء الذي فعلته هو أنني قمت بحل أحد الألغاز هنا لكي أقوم بعكس الأكس الخاص بي في تلك الضفة، وقمت بفتح هذا الباب. نعم، قمت بكسر تلك، إذا ركزتم جيدا. الآن الشيء الذي سنفعله هو أننا سنلحق بالشباب وسنفتح هذا الباب. بعد هذا الباب لست متأكد، لأننا تعاركنا ضد الكثير من الأعداء. قمت بقطع تلك اللقطات، لأنها لقطات تقريبا ليست مهمة كثيرا، لهذا السبب قمت بقطعها. هناك صمتين ووندد، شخص مصاب. وراقبها، رأيته الأجواء هنا كانت مائية يا رفاق ورائعة. الأجواء لقد أصبحت قاحلة جدا، وهي لكي نتابع الطريق ونكتشف ماذا يوجد في هذه الضفة. بالخلف من هذا الباب ممكن أن يكون هناك وحش. نعم، لقد جئنا الآن لبؤرة تقريبا الضوء. نعم، هنا بؤرة الضوء بالفعل، وصلنا لبؤرة الضوء. تقريبا لعبت ما يقارب ساعة من الزمن أو أكثر لكي نستطيع الوصول لبؤرة الضوء، لكن من أجلكم أنتم قمت بقطع جميع اللقطات المملة. الآن يجب علي اكتشاف سر ما شيء ما شيء في الفوق. نعم نعم، هناك هذا. حسنا، بني سدد هناك، نفجر تلك. جاي الآن علينا عكس هذا لكي يضرب، أين هي بالضبط؟ لكي يضرب هناك في الفوق في تلك الكريستل، وبهدف أننا سنفتح ذلك الباب، لأن أولئك الملائكة قاموا يا رفاق بقفل المنطقة. كيف؟ أوه، سبيد ذيس أب، ليتس جو. تير الآن سيقوم بتسريع المأمورية،
واو 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 قفز من هنا الى هنا. الان شود ورك. اوكي نعود للخلف سنكتشف شود ورك. نعم بوم هرايتهم. هناك الاكس فجرنا تلك. الشيء الذي حدث ببساطة هو أن استطعنا فتح المنطقة، لكن اكتشفت بأن هناك مشكل كبير في هذا المكان، وهو أن الملائكة بدأوا يهجمون علينا. لا أعرف لماذا، رغم أننا قمنا بإنقاذهم في المرة السابقة، لكنهم بدأوا في الهجوم علينا في هذه اللحظة. هناك تشيس في تلك الضفة لم أقم بأخذها. لا يهم الأمر، كما قلت لكم في التختيم فإني لن أجمع اللوتينز، لكن وراء من الكاميرا أقوم بجمع تلك اللوتينز. لا تقلق، لأنني هارد كور جيمر. طبيعة الحال هارد كورز جيمر، فإنهم يلعبون وراء من الكاميرا كذلك وليس فقط أمام من الشاشات. سألني تير عن النور وقال لي كريتوس ماذا رأيت في هذا النور عندما دخلت النور، لأن إترياس قال لي بأن دخلنا النور. فقال لا كريتوس، تلك الذكريات هي خاصة بي وليست خاصة بالجميع، لكي أتحدث وأخبركم بتلك الذكريات، ذكريات الحنين للماضي. كلنا يتذكر تلك اللقطة في God of War. وسيحين الآن للماضي كما تشاهدون. وسيدور هم يتحدثون، لكن كريتوس حن الماضي. والآن ستأتي تلك الموسيقى، موسيقى الحزن، لأنه فقد حبيبته فريا. لكن هل كريتوس يحزن كذلك من أجل زوجته الأولى وابنته التي ماتت والتي قام كريتوس بقتلها؟ فنزلت عليه اللعنة وأصبح أبيض اللون، لأن الرماد الخاص بعائلته هم عندهم في الماضي هو أن العائلة عندما تموت يقومون بإحراقها. الشيء الذي فعله هو أن أحرقها، وذلك الرماد تلك اللعنة. أحد الأشخاص ممكن أن نسميه ساحرة لطخته بذلك الرماد، رماد عائلته، وقالت له سيبقى هذا الذنب على عاتقك مدى حياتك. لهذا السبب تحول يا رفاق وأصبح شكله أبيض وجلده أصبح أبيضا باختصار. وفي هذه الأثناء كأنه يريد يا رفاق الدخول مرة أخرى ذلك النور لكي يلتقي بفريا، لأن فريا هي المرأة التي تقريبا ساعدته لكي ينسى شيئا مع الماضي، وولد مع هذا الابن الذي اسمه إسريوس. وتقريبا هي المرأة التي قابلت عليه. لا نعرف فريا، لأن فريا كانت مع العمالقة، لا نعرف قصتها بالضبط كيف، لكنها قابلت على كريتوس رغم أنها ملعون، ورغم أن جلده تقريبا فإنها أبيض وفي تلك اللعنة، لأنها قام بقتل يا رفاقي زوجته وابنته، لكن لم يعرف بأنهم موجودون في ذلك المكان ببساطة. يعني ليس أنه شرير وذهب، هو في الحرب في القتال، وأرسله الجاد أوف وور لكي يقوم بقتل أولئك الناس، لأن كان سيموت. فقال لا سأسلمك روحي يا جاد أوف وور لكي تنقذني، فأنقذها الجاد أوف وور وأرسل في أحد المعارك. والشيء الذي حدث ببساطة هو أن كريتوس في تلك المعركة كانت عائلته في أحد المنازل ودمر ذلك المنزل كله، فقتل عائلتها بهذه البليز، هذه البليز أوف كيوس. لهذا السبب خبأها ولم يريد استعمالها، لكن رغم كل هذا لقد استعملها فيما بعد. قصة خطيرة جدا صراحة. الآن هي لكي نتحرك، نفتح هذا الباب، نكشف ماذا يوجد بالخلف منه. يمكن أن يكون هناك أعداء علينا الحذر. بقي تقريبا 70 متر وسنصل يا رفاق للنهاية. نحن وصلنا هذه المنطقة، كلكم يتذكروها هناك كانت تشيس وأخذنا ذلك التشيس، وكان هناك درج في هذه الضفة اللي فوق في God of War الأولى. نفتح هذا الباب ونكشف ماذا يوجد بالخلف منه. هنا كانت طريق، كنا نمر هنا في هذه الطريق. واو تغيرت الأمور صراحة، المنطقة جيدة على الأقل. عاد النور، السماء أصبحت مشعة، شيء جيد. وها نحن دا وصلنا أخيرا. من تفعلون أنت يا صديقي؟ الآن سنفتح السير وسنكتشف يا أصدقاء الحقيقة. لهذا السبب جئنا أصلا. الآن سنعرف الحقيقة وسنعرف الشيء الذي سيحدث بالضبط، لأن هذه اللوحة هي تتمة للوحة السابقة التي اكتشفناها. ندخل داخل منها ونرى. واو شير ذهب تشير موجود، والآن سننظر وسنكتشف. ها هذا اسمه جروا سيرش. نعم امرأة تلك، امرأة كانت تصلي لأسابيع. She found something else. كانت تحاول البحث عن شخص ما، لكن جاءتها الفيجن، يعني حلمت براغنارك. نعم وذلك الشخص وبالفعل حدثت راغنارك فقتلها ذلك الشخص. ايرون وود يورمنغادن أخبرنا بأيرون وود. يورنهايم. ميتافوريك البارادايز.
ايرون وود المصطلح تكرر هنا. نعم وغروا طلبت من اشلائها ان تعود ليوتنهايم. واو لكن اود لم يريد يرفق فعل هذا. هناك بطل هناك تشامبيون. هاو من هو هذا التشامبيون؟ انت إتريوس هو الشامبيون هو البطل. وراقب هناك معارك شيلدز. ها هناك عسكريان يتعاركان. ذئب كذلك جاء ذئب الشمس وذئب القمر. وما الذي حدث؟ انتو في فريق راغنارك بالفعل. ها هو تور تور بالمطرقة مع أودن. وهناك شخص ما ممكن أن تير بالفعل. ها هو تير تير بالبوق. والآن تشير كما تشاهدون جيش الجيوش واختفى. ما الذي سيحدث؟ هناك شخص ما شخص جديد. That's new. شخص ما بالسيف دمر ذلك الشيء. أزغارد دمر أزغارد. نعم تلك هي الأبعاد الأبعاد التي نتنقل فيها. أزغارد تم تدميرها. راقبوا. What other rims تقريبا استمروا. وبقي هذا الشخص الذي هو إتريوس على قيد الحياة والجيوش بالخلف منه. وأودن سيموت يعني أن إتريوس سيقوم بقتل أودن. وراقبوا تير. تير تفاجأ وقال كذبت. غرود لايد. غرود تلك الفتاة التي قام بقتلها تقريبا التي كذبت. فولس بروفيسي ليتس جو. كذبت تلك الفتاة على أودن وقتل أودن لكنها نجحت لأنها كذبت عليه. في الأخير فإن أودن سيموت. المهم تير هو الذي تزعم الحرب ضد أسغارد. وفي الأخير ظهر شخص ما قتل أودن وذلك الشخص فإنه هو إتريوس التشامبيون. واو نحن اكتشفنا التشامبيون لكن التشامبيون لا نعرفه بعد. ممكن أنه هو إتريوس. أنا قلت بأنه هو إتريوس يعني أن إتريوس هو الذي سيقوم بقتل أودن في الأخير. تير هو متفاجئ الآن ومصدوم. I won't allow prophecy. لماذا يا تير؟ لقد فزت يا تير. كيف يعني this is wrong؟ تير يا رفاقي رأى النبوء الآن واكتشف بأن سينجح وسيفوز في المعركة لكنه لا يريد الاشتراك في هذه المعركة. هناك أمر غريب صراحة في تير. أمر غريب. هناك شيء ما يا رفاقي يخص تير. أخذنا شيء ما. رأيتم وجدنا كرة. Let's go في هذا البعد. أنا حدا مستعد لكي نعود الآن. لكن أثناء العودة بطبيعة الحال ستحدث كوارث طبيعية وسنتعارك ضد الأعداء لأن الخروج من هنا فإن الأمر صعب. وأكيد سأظهر لكم معركة ذلك العدو الخطيرة. أولا هناك معركة بسيطة جدا في الأسفل. هؤلاء الكلاب أولا علي قتلهم. رقبوا لا تقلق لا تقلق يا صديق. سنسدد على تلك. ممتاز هيا بسرعة قم بإنهائها على السريع وركزوا عليها. ها هي ابنة الكلب الأخرى لقد جاءت. هؤلاء الأشخاص أمرهم سهل. ليسوا أقوياء. شيء هيا بام قمت بتدميرها يا رفاقي. والآن سننهيها. الشيء الذي فعلته وضعت يا رفاق الكوفر على نفسها وضربتها لكي يرتفع ذلك الكوفر. هناك شيء من الريج. ليتس جو نقوم بأخذ الريج وهي لكي نتحرك. بالنسبة لأودن ذهب هرب. هناك شيء ما غريب. ليس أودن عفوا الفيتير. هاتي قوية هاتي ابنة الكلب. هاتي قوية صيقة. سدد عليها. ممتاز ضربتها جمتها. الآن هذا هيا الآن ممتاز أصبتها بالنار. دامج سيكون مرتفع. دمرها حاولت الهروب. واو عندما تكون العلامة زرقاء تدل على الخطر يا رفاق. هيا دمرها. حرقناها شعلنا فيها النار. أحسنت. تير كذلك يساعدنا. لا بأس بك يا تير. والآن هي لكي نتحرك ونتابع الذهاب لكي نخرج من ألفا. هناك امرأة أخرى. سنسدد عليها. جيد سنحاول تدميرها يا رفاق. هؤلاء فإنهم هم الميني بوسز. أردت إظهارهم لكم فقط. أردت إصابتها لكني لم أصيبها. هيا جيد. واو أصابتني. يا سلام صراحة خطيرة يا تير يا صيقة. هذا سبيل حسن. سنقوم بأخذ الأكس. سأدمرها بالأكس. لا تريد. حسنا لا تقلق ننهيها بالأكس الآن. والآن يا رفاق عندما سنقترب من الوصول للبوص الأخير أكيد سأعود لكم لأننا الآن سننزل. يجب علينا الهروب من هذه المنطقة. طريقة نزول ممتعة جدا صراحة في ألفهايم بلا كلام. مزيد من الأعداء لكن عندما سأصل للبوص سأعود لكم. نعم لقد رأيته لا تقلق. سينفجر
فعلت الكوفر رغم انني فعلت الكوفر. هيا تعال انش انشاز، ساسدده على ذاك. جيد، ساذهب الان عند هذا. اوه جاءت المرأة الزرقاء. هاتي المرأة الزرقاء اقوى بكثير من الاخرى. ممتاز، ها جيد، ساهرب منها. العلامة الصفراء تدل على انها عليكم الهروب. الان بوم الكوفر. هيا بني، سدد عليها سدد عليها. واو سدد عليها بسبيشال اتاك. سدد عليها سدد عليها، احسنت. ساحاول انهائها الان، ساهرب ننهيها الان. هيا واو واو واو، دمرتها يا صقة، ابعدتهم. الباري خطيرة، هاتي اقوى بكثير من الاخرى، والان سنلحق بتير. المهم عندما سنقترب من البوس الكبير ساعود لكم. هؤلاء الاعداء الكلاب الصغار اكرههم كثيرا. لماذا؟ لانهم يقفزون عليكم. واو واو، سينفجر سينفجر، ابتعد. واو واو، جاءت هاتي، امرها خطيرة. قد اقتربنا، نزلنا للاسفل. حسنا حسنا، دمرها دمرها دمرها. واو واو، كيف اصابتني؟ المهم راقب الشيء الذي سافعله، سارسل عليه. واو واو، ضربها دمرها، ارسلها يا. اردت ارسال الاكس عليها، اترك لي افعل الالاعيب يا صديقي. مع الاسف لم يترك لك افعل الالاعيب. طريقه النزول هنا في هذه المهمه رائعه جدا، مميزه، البليس اوف كيوس خطيره، لكن لماذا لم ننزل في الجزء الاول بهذه الطريقه؟ لان اصلا واو واو واو، هناك هاتف. انتظر انتظر، لا تقلق لا تقلق، قد فعلت البلوكين، الشيء الذي سافعله ساسدد عليها بتلك الطريقه. رأيتم دمرتها لمتابع ميشة. يمكنكم استعمال تلك المرآة في تدميرها. نقوم بأخذ الريج الذي هي هيلت، أحتاج فقط الهيلت صراحة لكي أرفع على الهيلت. عادة هذا لدي تقريبا كل شيء. داون دير يس، هناك هيلت، ليتس جو. جيد الحمد لله. أوه هاتي الهيلت، ساعدتنا كثيرا، ملأنا الهيلت جيدا. الآن علينا الحذر. ها جاءت تلك، ذهبت عند ممكن هنا. نعم ألفا ألفا، هاتي خطيرة يا رفاق، عليكم الحذر كثيرة أثناء التعامل معها. الآن هيا تعال بوم، سأحاول تجميدها يا رفاقي، وسأحاول كذلك إحراقها. جميل جميل جميل، دمرها دمرها دمرها. ألفا هي البوس الخاص بهاتي المنطقة، معركة شرسة يا رفاق بلا كذب. هيا هيا علي الهروب كما تشاهدون، هناك بعض من الهجمات التي لا يمكنكم نهائيا صدها. الآن شيلد، لا تقلق برادر لا تقلق، سنقوم باستعمال القدرة الخارقة. بوم جيد، هيا تعالي تعالي يا بنت الكلب. ولا لا لا لا، صابتني جيدا. ألفا خطيرة يا صقة. لا لا، واو واو واو، رأيتم تلك القوة، لديها قوة خطيرة. حسنا، أحاول تدميرك، يعني أني سأدمرك. هيا دمرها 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 دمرها، أحسنت. سيصيبها ابني وسأصيبها أنا كذلك. هيا ممتاز، الآن الأكس، سأهرب مرة أخرى، سأهرب. أصابتني في تلك، نقوم ب لا ليس ذاك، أهرب. جيد، أخذ لك الأكس، ممتاز. سأحاول ملء يا رفاقي الأكس، أحسن العمل أحسن العمل. الآن فرصتي. لا لا لا، دمرتني يا رفاق بتلك الهجمة التي لا يمكنني صدها رغم كل هذا. جيد جيد جيد، أملي الأكس، دمرها أحسنت، دمرها. جيد الآن، ممتاز، لم أصيبها، لا ضيعت هجمة، هجمة خطيرة ضيعتها في تلك الهجمة. هنا هي، سأهرب. جيد، سأملأ السلاح، سأهرب سأهرب، أملأ السلاح. هيا ممتاز، الآن فرصتك. جيد جيد، سدد عليها يا بني، سدد. الآن تجميد، لا تقلق، بوم دونت وري. الآن هيا بوم، مرة أخرى طعنتها، اقتربت مني يا. سأستعمل الريج، لماذا؟ لأنني أريد إنهاء يا أصدقاء بالريج. ليتس جو، لم تبى ميشة ألفا بدون ريج. هيا تعالي تعالي يا ابنة الكلب. جيد، دمرتها صراحة بلا كذب. رأيتم، هيا الآن دمرتها صراحة بلا كذب، دمرتها الآن. هيا واو واو واو، ابنة الكلب استطاعت الهروب من الريج في آخر لحظة. قطعني يدها، واو واو طعنتها بطريقة جنونية. هاتي هي أقوى بوس في هذا المكان، قمنا بتدميره، والآن نقوم بأخذ هاتي الهيلت ونهرب من هاتي المنطقة. حصلنا على شيلد جديدة إذا ركزتم جيدا، هاتي الشيلد اسمها الراوند، تعطيكم الكول داون خطيرة بعد تلك المعركة بطبيعة الحال، تستحجن الشيلد.
وهنا هاتان ستذهب سيجرها. صراحة المعركة كانت خطيرة جدا، لكن المعركة انتهت هنا، لم تنتهي بعد ببساطة، لأننا أثناء الهروب في طريق الهروب سنكتشف بأن هؤلاء الملائكة، أنا أسميهم ملائكة بطبيعة الحال، ليسوا ملائكة ولا هم يحزنون في حياة الواقع، لكن في اللعبة أسميهم ملائكة لأن هناك أشخاص آخرون لديهم قرون إلى آخره يشبهون الشياطين تقريبا، هذا السبب أسميهم الملائكة، ما هم ليسوا لا ملائكة ولا أي شيء. أصل الملائكة لم يسبق لي أن رأيتهم لكي أعرف شكلهم. واو نهضت، قطعت رجلها لكي تهرب. إترياس احذر، واو سقط. رأيت ماذا فعلت يا إترياس؟ مشكل، نزل الآن في ذلك الفيضان. مشكل. الماء هنا فإنه يدور، هناك دوامة خطيرة. أحسن تير هو الذي سيقوم بإنقاذنا. واو إترياس كيف أنت موت، والدوامة خطيرة أصلا، فيصعب السباحة فيها. شكرا يا تير، شكرا على إنقاذنا يا صديقي. لولا تير يا رفاقي لا مات إترياس، شرب الكثير من الماء خرج من فمه، لكن الحمد لله هو بخير. بالنسبة لي تير غضب وذهب. تير لا يريد المشاركة في معركة الراغناروك، لا أعرف لماذا. تلك الملحمة أصلا مهمة جدا لكي نقوم بتدمير أودن، وبهذا فإننا سنسكن في أمان في منزلنا بدون أن يزعجنا أي أحد. فتحنا باب الخروج أخيرا، لكن ممكن الكارثة ستقع الآن لأن المعركة ستبدأ. نعم بالفعل، ها رأيتم لقد ضربونا، نزلنا للأسفل، وبالفعل المعركة لقد بدأت. هنا الشيء الذي حدث ببساطة هو أن الشياطين، ها هم لقد جاء الشياطين، لمن يتساءل أين هم الشياطين، ها هم يا أصدقائي الأوفياء. حسنا سنقوم بتدمير ذاك، هارب نقوم بتدمير هذا، سدد عليه. هؤلاء الشياطين البليتس أوف كيوس، تقوم بتدميرهم صراحة. الملائكة الأكس يصلح ضدهم، لكن هؤلاء البليتس أوف كيوس صراحة ستنهونهم بسرعة البرق. هيا ها لازال هذا الكلب، حسنا ندمره. البليتس أوف كيوس بالإضافة للإيروز الخاصة بإتريوس، واو ستنهونهم الآن. علي التحرك بسرعة. واو فتحوا هذا الباب، واو الملائكة هم الذين قاموا بقتله. حسنا هيا لا تقلق، سدد عليها الآن، سأنهيها. هربت، أقوم بتغيير للأكس، إن هؤلاء الأكس فعال ضدهم أكثر بكثير من النار، تم تدميرهم على السريع. لازلنا نصل للنهاية بعد، رأيتم الكلى، ولا يمكنني مع الأسف فعل. أوه هناك شيء ما، سدد، لا أعرف. نعم هاته، مشكل أمرها خطيرة هاته. نعم لقد سمعته. اثنان، واو اثنان خطيران، جيد دفعتهم. سنحاولوا يا رفاق تدميرهم، استعمل هذا مع الأسف. هيا واو معركة خطيرة عشان. جيد سأحرق وأشعل فيها النار. هيا الآن دمرها. جيد سأنهيها على السريع، وبعدها بقية الأخرى، بنت الكلب الأخرى ممتاز، هربت منها، سدد عليها، سأحاول ضربها بتلك الطريقة. هيا الآن، جيد ممتاز يا صديقي، جميل. هيا نملأ السلاح، سونيا دمرها. جيد انهينا، روعة جدا. واه معارك خطيرة هنا قبل الهروب يا أصدقاء، رأسكم فإنه سيخرج من مكانه. أخيرا اقتربنا من الوصول للتيبي لكي نتحرك. جيد ها هي التيبي، let's go بسرعة. yes I will open the gate and we will get the fire. ما الذي حدث؟ واو مرة أخرى معركة شرسة، يعني خارج من تلك المنطقة لمعارك شرسة يا رفاق ما بين الشياطين والملائكة. واو ذهب وتركنا، نعم يمكننا الذهاب لكي نقوم بفعل المهمة الثانوية والرسمية، وهنا يمكننا التجول في هذه المنطقة لكي نكشفها، لكن بالنسبة لي أنا سأكشف فقط بهذا في هذا المقطع. أكيد ممكن أن أتجول هنا لكي أكشف ماذا يوجد، وبعدها سأعود يا أصدقاء. إذا كان هناك شيء خطير سأظهر لكم في الحلقة القادمة، ما بالنسبة لي أنا هنا سأكشفه. أتمنى أن حلقة اليوم عجبتكم، تعاودوا الضغط على زر لايك وشاركوا المقطع مع أصدقائكم. لذلك الحين كان معكم ياسين، أودعكم الله والذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا بأن السلامة وخير في الجامعة.